في شغلة سريعة أبغى أقولها، في مواقع التواصل الاجتماعي بالذات في تويتر والإنستغرامات، في والإنستغرامات أهم شيء، في الإنستغرام في إعلانات مدفوعة تظهر للناس باللغة العربية، للأسف ممكن تساهم بأنه الناس تقع في الخطأ، وبالذات الصغار في الجامعة. طبعا من الجانب التقني أنا ماني خبير، لكن اللي يعرفون أنه ممكن لو عطيناهم بلوك بلغنا عليهم، وصارت البلاغات كثيرة أنه تحجب وما عاد يعلنوا. الشغلة اللي استغرب منها بكل اسف انه السعودية في سناب شات وانستغرام في تويتر من اعلى الناس اللي يستخدموها، فمفروض يكون عندهم مصدر ضغط عليهم. اننا من خلال اتفاقيات بطريقة او باخرى نقدر نضغط على هذه الشركات انه على الاقل محتوى الاعلانات ما يكون مخل بالاداب بديننا وقيمنا. في النهاية ما راح نعتمد على هذه النقاط لانها ما هي بيدنا، لكن اللي بيدنا ان نربي ابنائنا وصغارنا بشكل صحيح ويكون عندهم رقابة ذاتية عالية. وايضا لا افراط ولا تفريط، نعطيهم الثقه لكن في نفس الوقت نتابعهم ونراقبهم من بعيد البعيد ونوجههم ونعرف ايش جالسين يسووا عشان لا يقعوا في الخطا. ونقطه اخر السطر لهالفضفوضه، وتسعدني ايضا مشاركاتكم واضافاتكم.